عيناك يا ربي وتلبي مطالبي، متى العبد في حياه تلبي مطالبه وتخفى ذنوب العواب دلعياك تيبي وتوقد لمن يعصيك نيراني لهبه ولا شي من الدنيا والدانية مكاسبي ولا حد على بقعة ويحقر مآربة ولا حد على بقعة ويحقق مآربة حياتي دروس أجريتها في تجربي تشوف العيايب حويني لو ضاعني خربة أنا قدر الصاحب وأنا درع صاحبي وأنا من يصون سراه صديق وصاحبه أنا قدر الصاحب وأنا درع صاحبي وأنا من يصون سراه صديق وصاحبه وأنا من يصون سراه صديق وصاحبه أنا اشتدت إذا اشتدت ريالي بجانبي ولا أحسب حساب الغير لو بان حربة وثبت على مبداي ما حسب حسيبي على العز والنعمة يوصف في كل صيبة ولا من على الصاحب ما تدوت واجبي ومن ينكر المعري وفي ربي يحاسبه ومن ينكر المعري وفي ربي يحاسبه وحنت أنا حنوات من بعد قريبي ومن عيب بعض الناس لامات قريبي بالله إذا صاحبك مقدام وقت النوايبي يجيلك معتا نفسه وطريقة وحنبة ولا تأمن الصاحب بما تكن عايبي ولا تستعشره يا ودخلك في مصايبه ولا تستعشره يا ودخلك في مصايبه يخونك الظاهر يحاول يقربك ويطعن ورا ظهرك متى ما انت عاجبه ويطعن ورا ظهرك متى ما انت عاجبه يخونك وفي الظاهر يحاول يقربي ويطعن ورا ظهرك متى ما انت عاجبه يغرك في يوم والعوافي عاتبه وغرتني يا القمر وقصت شواربه وغرتني يا القمر وقصت شواربه ولا يستحق الا من الماشي ذيبي تجنب عتاب لا وتحاول تعتبه ولا كل من يحمى والسلاح يحاربي ولا عين حد تعلاه على يفن حجبه ولا كل من يحمى والسلاح يحاربه ولا عين حد تعلاه على يفن حجبه ولا عين حد تعلاه على يفن حجبه ولا تحقر المكلف ولا تقهر الصبي ولا تحقر المكلف ولا تقهر الصبي ولا تغضب الشايب تحمل عواقبه ولا تغضب الشايب تحمل عواقبه ولا تحقر المكلف ولا تقهر الصبي ولا تغضب الشايب تحمل عواقبه وفي الخاتم بصلي وسلم على النبي يشفع لنا منا ورحم راولايبه يشفع لنا من نار حمراء ولهبه.